لو حاب تنتج ملوري او تتعرف على هذا الببغاء شوف هذا الفيديو معي. اهم شيء قبل نبدا الفيديو تنسى تشترك بالقناة وتعطينا لايك لهذا الفيديو. خلينا نبدا على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ عساكم بخير دائما في ما كنت. قبل لا تفكر انك تنتج من هذا الببغاء اللوري تعرف على نظامه الغذائي. يعتبر الببغاء اللوري من الببغاوات اللي تقضي تقريبا 70% من وقتها في البحث على الغذاء. تميز بنظام غذائها المختلف تماما عن باقي الطيور الببغاوات، فهي تعتمد على رحيق الزهور وصعب نوعا ما انك توفر غذائها في المنزل. لذلك عندنا بعض المنتجات اللي سهلت عملية انك توفر غذائهم من النكتار والجل الخاص فيهم في البيت. وطبعا عندنا نوعين من الغذاء الرئيسيين لهذا النوع من الببغاوات اللي هو النكتار والجل. من الطيور اللي يعتمد نظام غذائها على الفواكه والزهور وبرضو العسل والتمر. ضروري انك توفر لها النكتار والجل كنظام غذائي اساسي عندها في القفص دائما. تستخدم المويه كجزء من نظام غذائها لان احيانا تخلط بين الباودر الخاص باكلها مع المويه، فلازم انك تخلي معيار المويه اكثر. وبرضو مهم انك تضيف التمر والعسل في نظام الغذائي وبعض الفواكه والخضروات. وليش دائما انا اقول لا تعطيها من الحبوب او بذور الحب الشمسي او بعض البذور الخاصه بالبقوات الثانيه، لانه جهازها الهضمي ما يستحمل هذا النوع من الحبوب، ولا تعطيها من الفواكه او الخضروات اللي قد يكون فيها حموضه عاليه، لان الحموضه العاليه والحديد تؤثر على جهازهم الهضمي. واذا حاب انك تستخدم العسل فتاكد ان العسل يكون نوع العسل اصلي، ما يكون مخلوط معاه سكر او اي مواد حافظه. اللوري من الببغاوات اللي تحب تنط او تقفز كثير في طبيعتها، صعب انك تنتج منها في اقفاص صغيره او اقفاص بحجم 610 او 601، لذلك كل ما كان المساحه اكبر في نفس القفص هذا كل ما اعطيت ببغاء اللوري راحته في القفص واللعب في القفص، لانه حركته كثيره في القفص، انت علشان تنتج منه لازم انك تخليه مرتاح. لو تلاحظوا المجاثم انا اللي قصيتها واخذتها، طبعا هذه المجاثم حجمها مناسب لحجم ارجلهم. وهي عبارة عن نفس العصيان الخشب اللي يجي في المكان. راح تلاحظ ان اللوري فضلاته مختلفة تماما عن باقي الطيور، لانه يجيك سائل اكثر اعتمادا على نظام الغذائي الخاص فيه. ما انصحك انك تحطه مباشرة جنب الجدار، لانه راح يوسخ لك الجدار، وصعب انك تحرك القفص دائما، القفص لازم انه ما يتحرك كثير عشان تقدر تحافظ على فقط الطائر في هذا المكان، انه مكان امن ويصلح انه ينتج فيه. وطبعا بخصوص البياضة فهي مشابهة نفس مواصفات البياضة الخاصة بالسلكنيور والبغوات اللي في نفس الأحجام هذه. شكرا لكم لمتابعة هذا الفيديو، أتمنى أنكم استفدتم. أشوفكم إن شاء الله فيديوهات جاية، في أمان الله.